أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. حذر النائب سركوت شمس الدين عن كتلة جيل جديد من الاتفاقية التي أبرمتها حكومة كردستان العراق مع شركة بيرل بتروليوم. وأكد النائب شمس الدين أن الاتفاقية تتضمنت بنودا وصفها بالانفجارية، رهنت بمقتضاها بيع وإنتاج النفط في كردستان إلى عام 2039. وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة بزيادة إنتاج الغاز وبيعه لحكومة كردستان العراق، وهو ما يضر بأبناء الشعب العراقي والأجيال المقبلة. قالت لجنة الخدمات النيابية أن الشركات الاتصالات في العراق تحصل على أرباح خيالية على الرغم من الخدمة الرديئة التي تقدمها. وأوضح عضو اللجنة وليد عبد الحسين أن خدمات الاتصالات رديئة جدا في العراق مقارنة بباقي الدول، والمبالغ التي تحصل عليها الشركات مرتفعة، مبينا أن شركات الاتصال تحصل على أرباح خيالية لكن خدماتها لا ترقى للمستوى المطلوب. ويشكو المواطنون من تذبذب خدمات جميع شركات الاتصالات في العراق ويتهمونها بسحب أرصدة المشتركين دون خدمات. هذا وحذرت النائبة عليان صيف من قيام وزارة الصناعة بحالة معمل أدوية نينوى على شركة أردنية للاستثمار، وطلبت بالتدخل لإلغاء أي عقد أو اتفاق أبرمته وزارة الصناعة بهذا الخصوص. وقالت نصيف إن وزير الصناعة الأردني بحث مع نظيره العراقي ملف عقد استثمار معمل أدوية نينوى من قبل شركة أردنية، متسائلة عن سبب عجز العراق عن تشغيل معمل أدوية، واستنكرت عدم اعتماد الوزارة على الكوادر الطبية العراقية في تشغيل هذا المصنع، مشيرة إلى أن الحكومة تجعلت من الشعب العراقي شعبا استهلاكيا يعتمد على دول الجوار. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إحصائية المخالفات المسجلة لشهر شباط 2019، والتي تضمنت 6 مخالفات خاصة بتهريب المخدرات. وذكرت الهيئة أن مجمل المخالفات لشهر شباط الماضي بلغت 295 مخالفة، تمثلت في مخالفات جمركية في منافذ القضاء وأموال مهربة وتزوير في إجازات الاستيراد وعدم وجود علامة تجارية وتجاوز الكمية والوزن، إضافة إلى تزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وأكدت أن أخطرها كان تهريب المخدرات. قالت وزارة الداخلية أنها ضبطت عملية تسجيل مزورة ل30 شاحنة في المواقع المرورية المخصصة لتسجيل الشاحنات في محافظة صلاح الدين. وأضافت الوزارة أنها قامت بتدقيق الأرقام الشواغل والبالغ عددها 890 رقما والخاصة بالشاحنات، وتبين أن 30 شاحنة تم تسجيلها من بين الأرقام المدققة مسجلة بالمخالفة للضوابط والتعليمات. وبينت الوزارة أنها لم تعثر على أي إضبارة من أضابير أوليات أرقام العجلات الثلاثين، ما يؤكد عملية التزوير. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.